في رولا أهمية مصانع جديدة الآن تدخل في السوق السعودي في المنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشمالية، في عدة مصانع الآن دخلت في خط الإنتاج وبالتالي الإضافة للسوق المحلي، وبالتالي أعتقد أنه لولا مشاريع الدولة الضخمة الموجودة الآن كان وضع الإسمنت حيكون أعتقد صعب جدا حقيقة، لأن البنوك الآن لا تمول بشكل كبير خاصة في القطاع السكني أو القطاع